احنا ممكن بقى بدل ما نستعمل الماس اتنيويشن كوفيشنت بالديفينيشن اللي احنا حطيناه من شويه ده، احنا ممكن نعمل حاجه ممكن تسهل علينا كتير جدا. اوكي، ممكن نخلي الماس اتنيويشن كوفيشنت ده اندبندنت اوف دنسيتي، وده حقيقه بيبقى فيري يوسفول ان جاسس لما يكون في عندنا غازات. طبعا الغازات دي الدنسيتي بتاعتها بتتغير مع درجه الحراره، فمعنى كده ان احنا يعني هيبقى عندنا صعوبه شديده جدا عشان نقدر نحسب او نقدر نتيبل نحط تيبلز للاتنيويشن كوفيشن ده، جيفن ان الدنسي بتاعتي ممكن تاخد قيم كتيره جدا جدا جدا. فاللي هيحصل هنا ان احنا ناخد ميو اتنيويشن على رو دي واسمي الكوانتيتي دي ماس اتنيويشن كوفيشن، ودي اللي اعمل لها ليستنج، ودي زي ما حضراتكم شايفين كده بتتناسب مع الافوجادروز نمبر السيجما توتال الاي، كل الحاجات دي تعتبر كونستنس اوكي عند انرجي معينه. اوكي، فبتكلم طبعا الحاجات دي الان اي والاي اللي هم الاتوميك نمبر ده فانكشن في التارجت، وده الايه افوجادروز نمبر ده كونستنت من واحد من الثوابت الفيزيائيه المعروفه، هي سيجما توتال بس اتغير مع انرجي، بقيه الحاجات التانيه كلها تعتبر ثابته. بالتالي احنا ممكن هنا نحط الايكويشن بتاعتنا بدل ما كانت ان نوت اي تو ذا ماينس ميو اتنيويشن في زي، لا ممكن احط ميو اتنيويشن على رو اللي هو الماس اتنيويشن كوفيشنت في رو زي. لما بنبص بقى على الكيرف بتاع الماس اتنيويشن كوفيشنت از ا فانكشن اوف انرجي بنلاقي ان شكله حاجه يعني بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده توتال اتنيويشن فور اير مثلا فور اكزامبل، هلاقي ان شكله بسيط جدا جدا جدا، مفيش اي فاريشنز خالص وذ ريسبكت تو الايه الدنسي بتاعتي بتساوي كام. طبعا لو احنا زي ما كنت بتكلم درجه الحراره ارتفعت هلاقي الدنسي بتاعتي بتتغير، ونتيجه لكده يبقى محتاج ارسم بقى كيرفات كتيره جدا 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 بدل ما ارسم كيرف واحد. انا باخد دي دلوقتي واسكيل ات از ا فانكشن اوف الرو اللي هي الدنسي بتاعتي، وبعد كده ممكن انا في اللحظه اللي انا بحسب فيها بحط الرو اللي انا بتكلم عليها وخلاص، وتطلع النتيجه بتاعتي في منتهى البساطه.